صديق دكتور منقذ السكارى، أشكرك جدا على برحب بيك في الروم، ونبدأ وقت الأسئلة. فضيلة الشيخ الدكتور منقذ السكارى، حضرتك اتكلمت في حاجات موضوعات كتيرة جدا، منها يسوع المسيح رجل، مين شق البحر لموسى؟ الله طبعا هو اللي شق البحر لموسى. تين منقذ السكارى، اسمح لي أتقدم أنا بالسؤال الأول لحضرتك، وبعد كده هنبتدي ندي الأسئلة الثانية. إزاي فضيلة الشيخ لا شيء يدعو للعجب عندما تجف شجرة التين؟ هو حضرتك مش شايف أن السيد المسيح عندما لعن شجرة التين قد مات؟ من الذي يعطي الحياة ومن الذي يعطي الموت؟ إزاي يعطي هذا النبي، ده لو هو نبي من وجهة نظر حضرتك، إزاي يلعن الشجرة فتموت؟ مين اللي أمات الشجرة؟ الله بكلمته أم شخص آخر عزيزي؟ اللعنة هنا كانت من فم السيد المسيح، فماتت حياتها، فماتت بكلمة. ومن هو القادر على الموت وعلى التلاميذ؟ كانوا لا يؤمنون أنه إله، وان هم اتعاملوا معاه لانه نبي. طب وبطرس الرسول عندما سال السيد المسيح وقال ماذا يقول الناس عني؟ قال بعض يقول انك نبيا، البعض يقول قال وماذا تقول انت عن زي ما كانوش بيؤمنوا بيه انه ابن الله الحي، ابن الله من طبيعه الله. يا ريت استاذنا وفضيله الشيخ دكتور منقذ السكارى، برحب بحضرتك جدا، ويا ريت اسمع تعليقك على هذا الموضوع. حدي حضرتك المايك الأول عشان برضو ناخد فرصة من أصدقائنا الموجودين معنا نطرح الأسئلة. اتفضل فضلت الشيخ المايك مع حضرتك. السلام عليكم. بداية أرحب بالأستاذة الكريمة وأرحب بأسئلتها. أولا بمناسبة أستاذة، يعني أنا يؤسفني أن بعض الناس لما تطرح أمامه الأدلة يتركها ويروح يناقش في مسألة أخرى. فلذلك أنا حابب إذا كان سمحتي تريني ليش الجموع هذه كانت تعتقد بأن يسوع نبي، ليش ما تناقشيني في هذا الموضوع؟ ثم بعد ذلك في عندك قضايا أخرى ملبسة دعتك إلى أن تقولي بعكس ما تقوله الجموع أو بغير ما قالته الجموع. لكن معلش خلينا نبدأ. حضرتك بتقولي كيف ما يعجب عندما نرى شجرة التين بأنها بمسيح دعا عليها فشجرة التين راحت إيش وماتت. طيب يا أستاذ أنا أقول أن هذه معجزة، وأنا أقول أنها تدعو للعجب، لكن تدعو للعجب عندما تصدر من إنسان، عندما تصدر من نبي. هم تعجبوا كيف هذا النبي صنع هذه المعجزة. لكن لو كانت القضية متعلقة برسول، بإله عفوا، فالقضية بسيطة. الإله يستطيع أن يفعل هذا ويستطيع أن يفعل أكبر منه. أنت بتقولي أنه يهب الحياة ويهب الموت. لا أستاذة، ممكن إعصار بسيط يأتي إلى شجرة فالشجرة دي تنشف. بالمناسبة أستاذة، إذا كان مجرد حصول الحياة والموت بين يدي شخص يعني أنه واهب للحياة والموت، فهذا يعني أن المسيح ليس هو الإله الوحيد. الملوك الأول 17-19، إلياس النبي أحيا ابن الأرملة، أيها الرب إلهي، أيضا إلى الأرملة التي أنا أيضا عندها، قد أسأت بإماتتك ابنها. فتمدد على الولد 3 مرات وصرخ إلى الرب وقال يا رب إلهي لترجع نفس هذا الولد، فرجعت نفس الولد إليه. إلياس أحيا ميتين، واحد قبل موته وواحد وهو ميت في قبره، في الملوك الثاني الإصحاح 4-32 والملوك الثاني 13-21. ومع ذلك لم يقل أحد هذا المسيح، هذا إلياس أو هذا إلياس واهب الحياة فكيف ما نعجب. هذه معجزات كما قال لنا بطرس، صنعها الله بيده في وسطكم. أنا أسأل مرة أخرى، شق البحر لموسى أما كان معجزة تدعو إلى العجب؟ معجزة عظيمة جدا، البحر يشق لموسى. يوشع بن نون وقفت له الشمس في كبد السماء لمدة يوم كامل، أما يدعو للعجب؟ يدعو للعجب، لكنه لا يصنع هذا بقدرته وإرادته، إنما يصنعها بما أقدره الله تبارك وتعالى عليه، كما قال بطرس صنعها الله بيده في وسطه. فضل لك المايك. أرجع تاني وأقول هم صلوا علشان ربنا يعطي معجزة السيد المسيح في إقامة العصر، رفع عينيه إلى
لأن علشان يعلمنا عندما نحتاج أمر من الله أن نصلي نحن أيضا. لكن في معجزة أخرى، في أكثر من معجزة، إقامة ابنة أرملة نايين اللي ميتة، عطاء ابن أرملة نايين الميت وفرحين يدفنوه، قال له أقول لك قم، وأمر من السيد المسيح طمس في الكتاب المقدس ذهب ولمس الصبية فقامت في الحال. كل دي أدلة. ولو حضرتك عايز كمان حضرتك ذكرت قضية أخرى، قلت هو لما اندعى في إحياء العالم عشان يعلمنا إنه نعمل كده، مين اللي قال لك كده يا أستاذة؟ هذا تفسير من حضرتك، وتفسير حضرتك غير ملزم في دلالته بالنسبة لي أبدا أبدا. بعدين ما جاوبتني يا أستاذة، الذي أحيى الميت وهو ميت، هل يسع عندما أحيى الميت وهو ميت؟ هل دعا الله عز وجل؟ أكيد لا، أكيد لا يا أستاذة. عظام ميت أحياء عظام، كانت في عصائب لبطرس، عصائب بطرس كانت تشفي من الأمراض، فمش كتير إن عظام مقدسة تشفي أيضا عظام ميت، المانع في كده. لكن السيد المسيح أحيى الميت بكلمته، هو الذي أعطى الأمر للميت أن يقوم، لك أقولكم، مفيش أي حد تاني. فمن هو القادر على أن يعطي الحياة والموت غير الله؟ إذن السيد المسيح بداخله وفي عمل الله وخصائص الله التي لم تعطى لبشر، حضرتك بتقولي لمس العظام المقدسة، لما وقعت الجثة في قبر يشع لمست العظام المقدسة. طيب كلامك صحيح، هذا الكلام اللي أنا بقوله، من غير ما العظام المقدسة تدعو الله، الله أحيى الميت. زي أنت بتقولي حضرتك لا، اللي صنعوا المعجزات صنعوها عندما دعوا الله عز وجل. أنا عايز أقول لك، إنسان ميت عظام المقدسة لمست جسد الميت فأحياه الله، هذا الكلام اللي أنا بقوله. فحضرتك نسيت الموضوع إحنا جينا عليه من فين. حضرتك بتقولي أحياه بكلمتي، خلاص هذا أحياه بكلمتي وذاك أحياه بعظامي، إيش الفرق؟ يصير اثنين آلهة. يا أستاذة يا كريمة، أختصر عليك الطريق. الحق أقول لكم، من يؤمن بي، كل واحد مؤمن بالمسيح، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها. وما في داعي للدعاء لأنه لم يأتي بالنص الدعاء. يعني بمعنى حضرتك الآن إذا المسيح أحيى لعازر بعد 4 أيام، حضرتك تستطيعين أن تقيمي ميتا ولو بعد 5 أيام ولو بعد 6 أيام، لأن المسيح يقول الحق أقول لكم، من يؤمن بي، واحد مؤمن زي حضرتك، فالأعمال التي أعملها يعملها هو أيضا، تحيي الموتى ويعمل أعظم منها. وما في النص أبدا أنه نرجع وندعو الله عز وجل.